وصلنا إلى العرض المباشر النهائي. مهدي عياشي من فريق راغب، إيمان عبد الغني من فريق أحلام، فهد مفتخر من فريق حمائي، ورضوان الأسمر من فريق سميرة إلى نهائي The Voice. وكل من المدربين الأربعة يستعد إلى اللحظة الحاسمة. مين يا ترى حيكون أحلى صوت؟ The Voice مباشرة على الهواء السبت 9:30 بتوقيت السعودية على NBC One.